في الرابع الابتدائي. معكم ميس صباح، مدرسة اللغة العربية. النهاردة إن شاء الله هنعمل مراجعة على اللغة العربية من خلال حل النماذج للامتحانات. نتابع مع بعض ونشوف. قدامنا هو النموذج. أولا التعبير، التعبير الوظيفي، اكتب لافتة. أولا التعبير، التعبير الوظيفي، اكتب لافتة تحس فيها زملائك على النظافة. طبعا احنا دلوقتي بنعمل اللافتة زي ما احنا متعودين، هنعمل مستطيل ونكتب فيه اللافتة جملة بتتكلم عن النظافة. مثلا النظافة من الإيمان، زي ما احنا شايفين الإجابة قدامنا، النظافة من الإيمان. تاني حاجة عندنا التعبير الإبداعي، اكتب في أحد الموضوعين الآتيين. طبعا بيجيلنا موضوعين بنختار منهم موضوع. رقم واحد النيل شريان الحياة، اكتب في هذا الموضوع موضحا فضل النيل علينا وواجبنا نحوه. رقم اتنين الموضوع التاني الإسكندرية عروس البحر المتوسط بها آثار إسلامية وقبطية وفرعونية ويونانية، اكتب في هذا الموضوع موضحا الآثار الموجودة بها. طبعا هناك نصائح مهمة عند كتابة موضوع التعبير، وهي عشان نسهل كتابة الموضوع ان احنا نتبع الخطوات دي. ان احنا اولا بنكتب اول حاجة العناصر زي ما احنا متعودين، بنجيب افكار على الموضوع ونقسم الموضوع الى عناصر، ومن خلال هذه العناصر نبتدي ان احنا نتحدث في هذا الموضوع. تاني حاجة بنراعي كتابة الكلمات صحيحة، بنراعي علامات الترقيم، وضع الفصل بين الجمل، وضع النقطة في نهاية الجمل. إذا كان أسلوب تعجب نضع علامة التعجب، إذا كان أسلوب استفهام نضع علامة استفهام، ونراعي علامات الترقيم ونراعي الخط. مثلا لو اخترنا موضوع النيل شريان الحياة، العناصر اللي ممكن احنا نجيبها على هذا الموضوع، ممكن نكتب عنصر أهمية نهر النيل، واجبي نحو نهر النيل، كيف نحافظ على نهر النيل، الماء سر الحياة. ومن خلال هذه العناصر نتحدث عنها عنصر عنصر، بحيث ان احنا نكون في الآخر موضوع متكامل. ثانيا القراءة، واحد من موضوع كاد العطش يقتله، اقرأ ثم اجب. اخذ الرجل يبحث بلهفة عن الماء هنا وهناك، فلما هده التعب وقف تحت شجرة يحتمي بظلها، ويلتقط انفاسه قبل ان يعاود البحث عن الماء مرة اخرى. ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين، واحد مرادف يعاود يواصل يتابع يحاول. مرادف يعاود نختار مع بعض معنى يعاود. مرادف يعاود يواصل، طبعا هنختار كلمة ايه؟ يواصل ونحط تحتها خط. رقم اتنين مفرد انفاس نفيس نفس نفوس، طبعا الاجابة الصحيحة ايه؟ نفس. ونحط خط تحت كلمة نفس. رقم ب لماذا وقف الرجل تحت الشجرة؟ طبعا لو رجعنا تاني للقطعة وقريناها مرة تانية هنلاقي الإجابة في القطعة. وقف الرجل تحت الشجرة يحتمي بظلها، ويلتقط أنفاسه قبل أن يعاود البحث عن الماء مرة أخرى. ونكتب الإجابة. رقم جيم ما الذي دفع الرجل بسقي الكلب؟ ما الذي دفع الرجل لسقي الكلب؟
لأنه تأصل بمنظره وشعر بما شعر به الكلب من العطش. ونكتب الإجابة، لأنه تأصل بمنظره وشعر بما شعر به الكلب من العطش. ثانيا، القراءة متحررة المحتوى، اقرأ ثم أجب عن الأسئلة التالية. هنقرأ قطعة مع بعض. الريف المصري جميل، والحياة فيه مليئة بالحب والعطاء والإخلاص، فالفلاح المصري يعمل بجد ونشاط وسط الحقول، والأمل أمام عينيه والعطاء من الله، ويساعد جاره إذا احتاج لمساعدته دون انتظار لشكر أو جزاء، وأهل الريف يشارك بعضهم بعضا في الأفراح والأحزان. أول سؤال رقم ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد، الريف المصري جميل والحياة فيه مليئة بالحب. طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة، نحط علامة صح. رقم اتنين، لا يساعد الفلاح من يحتاج لمساعدته. طبعا الإجابة خاطئة، حط علامة خطأ. رقم ب، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، جمع كلمة الفلاح، الفالحون، الفلاحون، المفلحون. طبعا الإجابة الصحيحة إيه؟ نختار كلمة الفلاحون ونحط تحتها خط. اتنين، مضاد كلمة نشاط، راحة، نوم، كسل. طبعا الإجابة الصح كسل، هنحط خط تحت كلمة كسل. رقم جيم، أين يعيش الفلاح؟ أين يعيش الفلاح؟ يعيش الفلاح فين؟ طبعا الإجابة الصح في الريف. حلل كلمة المصري إلى مقاطع صوتية. طبعا الألف واللام مقطع، الميم والصاد مقطع، حرف الراء مع الياء مقطع. ثالثا، المحفوظات من نص إسلامي يا مصر، اقرأ ثم أجب. أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. أول سؤال رقم ألف، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، مرادف تستكيني، تخضعي، ترحلي، تظهري. طبعا الإجابة الصحيحة تخضعي، هنجر خط تحت كلمة إيه؟ تخضعي. اتنين، مضاد عزم، خوف، تكاسل، بخل. مضاد عزم، تكاسل، هنحط خط تحت كلمة تكاسل. تلاتة، جمع اليوم، اليومين، الأيام، اليومين. جمع اليوم، الأيام، هنحط خط تحت كلمة الأيام. رقم ب، ما الجمال في قول الشاعر اليوم غدا. طبعا اليوم وغدا كلمتين عكس بعض، يبقى نقول الجمال ايه؟ تضاد يقوي المعنى ويوضحه. رقم جيم، هات من النص ما يدل على هذا المعنى، سلمت يا مصر من الأعداء. طبعا احنا كلنا حافظين النص، فنبتدي نبحث عن البيت اللي هو بيدل انه ان مصر سلمت من الأعداء. يبقى ايه هنقول ايه؟ لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي. رقم اتنين، من نص ما أحلى أجواء القرية، اقرأ ثم أجب.
رسمت نور فلاحا يمشي في الساحة عنزا تتبع فلاحة ما أحلى أجواء القرية في أعماق تبقى حية. رقم ألف أذكر مرادف تتبع، مرادف تتبع تسير وراء، مضاد حية ميتة، مفرد أجواء جو. يبقى نقول تاني، مرادف تتبع تسير وراء، مضاد حية ميتة، مفرد أجواء جو. ماذا رسمت نور؟ طبعا هنرجع للنص تاني اللي مكتوب قدامنا ونشوف، هنلاقي ان رسمت نور ايه؟ الفلاح يمشي في الساحة والفلاحة تسير وراءها عنزة. رقم جيم، ما الجمال في قول الشاعر في أعماق تبقى حية؟ تعبير جميل، يصور القرية كائنا يعيش دائما في قلب الشاعر وفكره. هنقولها تاني، تعبير جميل، يصور القرية كائنا يعيش دائما في قلب الشاعر وفكره. رقم دال، حلل إلى مقاطع صوتية. الساحة، كلمة الساحة عشان نحللها إلى مقاطع صوتية هنقول الألف واللام والسين مقطع. طبعا السين هنا مشددة، هنفك حرف التشديد وناخد السين الأولانية مع المقطع الأول والسين التانية مع المقطع التاني، فتبقى الألف واللام والسين مقطع، والسين والألف المقطع التاني، حرف الحاء مقطع، حرف التاء المربوطة مقطع. مع بعض بعدين نشوف الأسئلة اللي عليها. الصدق من الصفات الحميدة يحرص المسلم دائما على التحلي به، والصادق محبوب بين الناس. رقم ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، كلمة الصدق تعرب، طبعا الاختيارات فاعل مبتدأ خبر. هنرجع للقطع تاني ونشوف ان كلمة الصدق هنا جملة، الصدق من الصفات الحميدة جملة اسمية، يبقى كلمة الصدق تعرب ايه؟ مبتدأ. نختار كلمة مبتدأ. رقم اتنين، كلمة الصفات مرفوعة ولا مجرورة ولا منصوبة؟ هنرجع للقطعة تاني وهنشوف ان هي سبقتها حرف جر من، يبقى طبعا الصفات اسم مجرور، يبقى نختار كلمة مجرورة. رقم تلاتة، كلمة المسلم مبتدأ خبر فاعل. هنرجع للقطعة ونشوف ان قبليها كلمة يحرص جملة فعلية، يحرص فعل، يبقى المسلم فاعل، هنختار كلمة فاعل. والصادق محبوب، كلمة محبوب تعرب خبر ولا مبتدأ ولا فاعل. طبعا والصادق محبوب جملة اسمها ليها ركنين أساسيين، الصادق مبتدأ يبقى محبوب خبر. خبر. رقم ب، استخرج من العبارة اسما. طبعا عندنا أسماء كتير، من علامات الاسم أن يكون أوله ألف ولام، أو اسم عالم، فنختار كلمة الصدق جملة فعلية. طبعا عارفين ان الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، فالجملة الفعلية يحرص المسلم دائما على التحلي به. حرفا طبعا كلنا عارفين حروف الجر، في، إلى، على، من، عن، نختار حرف الجر
من. ظرف مكان، نفكر بعض. ظرف مكان هو اسم يدل على مكان حدوث الفعل، مثل أمام، فوق، تحت، خلف، بين. هنختار كلمة بين. أكمل بما هو مطلوب. واحد، نقط، تلميذات، مجتهدات. اسم إشارة، نفكر بعض بأسماء الإشارة. هي مين؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. هذا للمفرد المذكر، هذه للمفردة المؤنثة، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، هؤلاء للجمع بنوعي. تلميذات، مجتهدات، هنختار اسم الإشارة هؤلاء. هؤلاء تلميذات مجتهدات. رقم اتنين، نقط، أمهات، مثاليات، ضع ضمير، غائب. هنفكر بعض إن الضمائر تلات أنواع: ضمائر متكلم، ضمائر مخاطب، ضمائر غائب. ضمائر المتكلم أنا، نحن. ضمائر المخاطب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. ضمائر الغائب هو للمفرد المذكر، هي للمفردة المؤنثة، هما للمثنى المذكر والمؤنث، هم للجمع المذكر، هن للجمع المؤنث. أمهات مثاليات، نختار هن. هن أمهات مثاليات. رقم دال، هذا هو المعلم المخلص. اجعل العبارة السابقة للمثنى المذكر وغير ما يلزم. نحولها لمثنى مذكر. قلنا مع بعض: هذا المثنى، هذين هو المثنى، هما المعلم المثنى، المعلمين، المخلص المثنى، المخلصين. يبقى الجملة تتكتب ازاي؟ هنقول: هذان هما المعلمين المخلصين. نقول الجملة مرة تاني: هذان هما المعلمين المخلصين. مرة وبخط الرقعة مرة أخرى. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طبعا لما بنيجي نكتب الخط بنراعي كتابة كلمات صحيحة، ونراعي كتابة الكلمات صحيحة، ونراعي الخط الجميل، ونراعي الحروف في خط الرقعة. سادسا، الإملاء، اكتب ما يمنع عليك. طبعا ده نموذج لامتحان، نموذج للمراجعة، وانتظرونا مع نماذج أخرى في مادة اللغة العربية.